السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك علينا. بارك الله فيك. وصلنا سلايد 24. أسف سيستم مرض يحمل، عملنا سكرين شير. وصلنا هذا السلايد، خلصنا التفاعلات العشرة وقلنا انه ملخص الجلايكوليسيس لكل ايش هو. نبدأ بجزيء جلوكوز بنستهلك 2 ATP بنستهلك 2 NAD بلس. شو اللي راح ينتج عنا؟ الجلوكوز راح نكسره لاثنين ونعطينا بيت 2 ATP استهلكنا اثنين ولكن راح ننتج اربعة. بالتالي النهائي راح يكون كان عندي يا شباب اثنين فقط مش اربعة. ليش؟ لانه انتجت اربعة ولكن استهلكت اثنين، فالناتج النهائي اثنين. والان اي دي بلس راح نحولها لمين يا شباب؟ الى ان اي دي ان اتش بلس، اثنين ان اي دي اتش بلس. هذول ان اي دي اتش، عفوا ان اي دي اتش بلس ماست بي ايش؟ ري اوكسيدايز، لازم نعملهم اكسده خلال ادخالهم الفيز رقم 3 او الستيج رقم 3. ليش؟ لانه اذا ما في عندي اي دي بلس ما راح تمشي الجلايكوليسيس، صح؟ تفاعل رقم 6 بده ان اي دي بلس، فاذا ما في عندي ان اي دي بلس راح يمشي. النقطة الأولى. النقطة الثانية، وجود ان اي دي اتش بتركيز عالي في الخلية معنى ذلك انه الخلية عندها انف ايش؟ انرجي، لأنها بتقدر تدخل ايش؟ تنتج، تحولها إلى اي تي بي زي ما راح نشوف ليتر إن شاء الله رب العالمين. اوكي؟ إذا فور جلايكوليسيس تو بي كونتينيود ذير شود بي وات أو ذير إز أ ماست تو هاف ان اي دي بلس. لذلك بنلاحظ من اللي شرحناه انه الجلايكوليسيس هيفيلي ريجوليتد، يعني مضبوطه بشكل كبير كبير. حافظه نفسها. ليش؟ انشور بروبر يوز اوف نيوترينتس، حتى استخدم العناصر الغذائيه اللي هي مصادر الطاقه بشكل مناسب. اثنين، انشور برودكشن اوف وات من اجل انتاج اي تي بي كميات كافيه. شو اللي بيحدد العمليه؟ حسب حاجه الخليه، ديبندينج اون ذا نيد اوف ذا سيل. اوكي طيبين؟ الفيدر باثويز فور جلايكوليسيس، هل فقط الجلوكوز هو الوحيد اللي بيدخل الجلايكوليسيس؟ طب وات اباوت ذا اذر اكسوسز، السكريات الثلاثيه الاخرى؟ ايضا الجلوكوز از نوت ذا اونلي شوجر اوكسيدايز باي جلايكوليسيس، اذر مونوساكرايدز انكلودينج فركتوز والجالاكتوز والمنوز ار اوكسيدايز ثرو جلايكوليسيس. اذا كمان هذه الثلاث سكريات اللي هم السداسي فركتوز الجالاكتوز والمنوز كمان بيدخلوا الجلايكوليسيس بسبب اوكسيديشن انتاج الطاقه. اوكي؟ ايضا الاندوجينس جلايكوجين از ديجريدد انتو جلوكوز 1 فوسفيت. الجلوكوز 1 فوسفيت هذا لاحظوا اللي لما يتكسر الجلايكوجين عشان انتاج الجلوكوز هو ما راح يعطيك الجلوكوز مباشره، راح يعطيك مركب ثاني اسمه جلوكوز 1 فوسفيت. هذا الجلوكوز 1 فوسفيت ايضا ممكن يدخل الجلايكوليسيس لانتاج الطاقه. كيف؟ عن طريق تحويله الى جلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت هو اللي بيدخل ايش؟ الجلايكوليسيس زي ما شفنا الخطوه رقم 2. اوكي؟ لما ناخذ الجلايكوجين ميتابوليزم راح يبين معنى هذا الكلام. اذا عندي فركتوز وجلاكتوز ومنوز وزون فوسفيت كلها ممكن ايش؟ تدخل الجلايكوليسيس، ولكن بدنا نشوف كيف ممكن تدخل الجلايكوليسيس. نبدا او هيما يعني ملخص العمليه كلها، ما تخاف من الفيجر هاي بس بتلخص لك كل اللي جاي بعد يعني لو فهمتها. لاحظ مثلا على سبيل المثال تري هالوز، عن طريق تري هالوز بعطيك تو صح ولا لا؟ جلوكوز ما فيش مشكله مباشره بدخل ايش؟ صح؟ الجلايكوليسيس عن طريق الهكسوكاريز وما الى ذلك. هلا اللاكتوز راح يعطيك تو شوجرز، ايش هم؟ راح يعطيك جلوكوز وراح يعطيك جلاكتوز. الجلوكوز بدخل مباشره ما عنده اشكالات. طب الجلاكتوز، الجلاكتوز زي ما انت شايف لازم نحوله الى جلوكوز 1 فوسفيت وبعدين لجلوكوز 6 فوسفيت. هذه العمليه تتطلب يا شباب عندي ايش؟ راح نشوف عمليه الترانسفير هسه كمان شوي الى يو دي بي جلاكتوز، بنحولها بعدين ليو دي بي جلوكوز، وبعدين ناخذ منها جلوكوز والفوسفيت عن طريق الميوتيز بنحولها لجلوكوز 6 فوسفيت. تمام. هلا الجلايكوجين اذا كسرته داخل الخليه راح يعطيك جلوكوز والفوسفيت مباشره عن طريق الفوسفوليز. الجلوكوز والفوسفيت بده يتحول الى عن طريق الميوتيز الى جلوكوز 6 فوسفيت. تمام. هلا المصدر الثالث للسكروز، السكر تبعنا العادي، مظبوط ولا لا؟ السكروز العادي لما تكسر راح يعطيك جلوكوز وفركتوز. الجلوكوز ما عنده مشكله، الفركتوز هنا لاحظ عن طريق الهكسوكاينيز بيدخل ايه؟ على شكل فركتوز 6 فركتوز 6 فوسفيت. اذا دخل على الخطوه الثانيه مباشره، صح؟
جاهز للخطوة الثالثة. أيضا عنده باثوي أخرى عن طريق إنزيم ثاني فروكتوكاينيز بنحوله لفروكتوز 1 فوسفيت، وهذا مباشرة بنكسره لجليسرالديهايد أو دايهيدروكسي أسيتون، بنحولهم بعدين لمين؟ لجليسرالديهايد 3 فوسفيت زي ما راح نشوف الآن. واضح يا شباب؟ أوكي؟ نبدأ بمين؟ بالفركتوز. الفركتوز is unlike جلوكوز. إذا هاي الفيجر ما تخاف منها، هاي بتلخص لك كل اللي بعد جاي بعدها، أوكي يا شباب؟ من وين احنا بناخذ الغذاء تبعنا؟ اما من الجلايكوجين بنحصله اللي مخزن عندنا، او من الاكل، صح؟ شو اللي جاي من الاكل؟ اما لاكتوز او التيهالوز او السكروز حكينا عنهم. والله ضل من هو المنوز؟ المنوز عاده بيكون موجود في السكر، يعني في الاغذيه سكر منوز، مش موجود از دايسكرايد. المنوز ايضا عشان نقدر ندخله الجلايكوليسيس بنحوله لفركتوز. هلا بنشوف هذا الكلام. الفركتوز از انلايك جلوكوز. ليش؟ انتلو في جلوكوز انتو سينس از نوت انسولين ديبندنت. الفركتوز عشان يدخل داخل الخلايا ما بيحتاج لانسولين زي الجلوكوز. تذكروا الجلوكوز عشان يدخل الخلايا لازم يكون في ايش؟ انسولين. صاحبنا الفركتوز بيقول لك لا ما في داعي، ادخل لوحدي هيك. السلام عليكم، كيفك يا سلمبرين، وبدخله ما بده انسولين. فركتوز داز نوت بروموت سيكريشن اوف ايش؟ انسولين. بالتالي ارتفاع تركيز الفركتوز في الدم ما بيحفز افراز الانسولين، تمام يا طيبين؟ او لا يحتاج للانسولين. الدي فركتوز هاز تو باثوي ديبندشوز وير ات از فاوند. اذا الفركتوز اللي هو عشان اللي هو الدي فركتوز زي ما حكينا في النيتشر هم الدي، عنده تو باثويز حسب وين هو موجود النسيج. فاذا كان الفركتوز دخل على يصير ميتابوليزم في المسلز والكدني، الكلى وفي العضلات، دي مصل اند كيدني ايزوزايم، في عندهم ايزوزايم اسمه فروكتوكاينيز. الهيكسوكاينيز في منه نوع سبيسيفيك اسمه فروكتوكاينيز. هذا الايزوزايم الهيكسوكاينيز موجود في المصل والكيدني، كاتالايزز ذا فوسفوريليشن اوف فوسي، اوكي، على الكربون رقم 6 رادر كربون رقم 1، اوكي، فبيكون فركتوز 6 فوسفيت اللي بتدخل ايش؟ جلايكوليسيس مباشره. اذا فركتوز وجود الانزيم اسمه فروكتوكاينيز اللي بيحتاج ام جي 2 بلس يؤدي الى تكوين ايش؟ فركتوز 6 فوسفيت اس اي دي بي. طبعا وهذا بيدخل مين يا شباب؟ بيدخل الجلايكوليسيس مباشره. طب في المقابل الفركتوز اذا كان في الليفر نسيج اخر، في الليفر لا، ذي ليفر ايزو انزيم عنده ايضا فروكتوكاينيز ولكن ايزوزايم ثاني. لاحظ شو بيعمل هذا شباب؟ بضيف الفوسفيت على الفركتوز، وين بضيفها؟ على الكربون رقم 1، فبيكون فركتوز 1 فوسفيت. لاحظ فركتوز بالفيجر وجود الاي تي بي عن طريق الفركتوكاينيز، هذا الكلام في الليفر بتكون فركتوز 1 فوسفيت. هلا هذا اللي فركتوز 1 فوسفيت فيش داعي ادخله جلايكوليسيس من هنا. ليش؟ لانه اذا بدي ادخله جلايكوليسيس لازم احوله لفركتوز 6 فوسفيت، صح ولا لا؟ لذلك شو عملنا؟ في عندنا انزيم اخر اسمه فركتوز 1 فوسفيت الدوليز، برضه الدوليز، بس هذا الالدوليز غير اللي في الجلايكوليسيس هناك، تمام؟ اللي في هناك شو اشتغل على الفركتوز 1 6 بس فوسفيت، هنا ايش اشتغل؟ الدوليز اسمه فركتوز 1 فوسفيت الدوليز. شو بيعمل؟ بيكسر الفركتوز 1 فوسفيت الى مركبين. المركب الاول داي هيدروكسي اسيتون، والمركب الثاني اسمه جليسرالديهايد. هلا داي هيدروكسي اسيتون عرفناه، بس الجليسرالديهايد ما بنعرفه. فشو لازم، شو اللي بنعرفه احنا؟ اللي بدنا نحط عليه فوسفيت جروب. ففي عندنا انزيم اخر اسمه ترايوز كاينيز اسمه جليسرالديهايد كاينيز الانزيم، باستخدام الاي تي بي يحولوا جليسرالديهايد 3 فوسفيت. هذا هو صاحبنا اللي بيكمل في الجلايكوليسيس. طبعا الداي هيدروكسي اسيتون نحوله على طول عن طريق ايش؟ الانزيم الانزيماز الى مين؟ الى جليسرالديهايد 3 فوسفيت، وهذا بيكمل في الجلايكوليسيس. واضح؟ اذا فركتوز 1 ذن كليفد باي فركتوز 1 6 بس، عفوا فيش بس هنا، الدوليز انتو جليسرالديهايد وداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. الجليسرالديهايد بعدين نعمل ايش؟ فوسفوريليشن عن طريق الترايوز كاينيز، بنحوله لجليسرالديهايد فوسفيت اللي بعدين راح يكمل وين؟ في جلايكوليسيس. واضح؟ هذا هو الفركتوز بالتو باثويز تبعته. هلا الكاينتكس اوف فركتوز ميتابوليزم. الفركتوز يا شباب بيختلف عن الجلوكوز. ليش؟ لاحظ ذا ريت اوف فركتوز ميتابوليزم از مور رابيد ذان ذا جلوكوز. اذا الميتابوليزم اوف فركتوز اسرع من ميتابوليزم في الجلوكوز. ليش؟ لانه شفت اللي حكينا قبل شوي بالسلايد هذا، عفوا بالسلايد هذا، تكون عندك على طول مركبات ثلاثيه منه، ما تحول لفركتوز 6 فوسفيت ورد بعدين تحول لجلوكوز، لا، مباشره من فركتوز فوسفيت حولناه لمين؟ لمركبات ثلاثيه اللي دخلت ايش؟ صح؟ طب
طيب شو عملنا بهاي الخطوة احنا يا شباب؟ عدينا مين اهم نقطة وي باي باس الخطوة رقم 3، عدينا الحدود يعني نطينا براني، معنا جواز دبلوماسي وانا مش تهريب. ها دير بالك، تتذكر شو حكينا على الريت ليميتنج ستيب اللي بعمل البي اف كي 1، هي نقطة الحدود الرئيسية، اذا عديناها كملنا صح ولا لا؟ انا عديناها بس من مدخل اخر خاص بالحركة، بتعرف يعني حركة دبلوماسية هاي. اه تمام، الباي باس للفركتوز 6 اللي هو الفوسفوفروكاينيز والخطوة 3 دي ميجر ريت ليميتنج ستيب جلايكوليسيس، بدل ما يصير في تاخير على الحدود وتفتيش والذي منه، حطينا على هاي النقطة بسبب وجود ايش جواز دبلوماسي معنا. فاذا الفركتوز 1 فوسفيك يا شباب شو صار فيه؟ تمام، لاحظ هنا انت اذا بتقارن في الفيجر اللي موجودة عندك هنا عندك الفركتوز اللي على اليمين بالاصفر هاي اللي هي جايه من وين؟ الجلوكوز. اوكي، بدنا نحولها عن طريق البي اف كي 1 لمين؟ عن طريق ال 1 3 بيسفوسفوجليسيريد صح؟ وبعدين نعمل له الدوليز نكسره. عندك خطوه خطوتين، بينما نلاحظ الفركتوز 1 فوسفيت ومباشره كسرناه. تمام؟ ما وديناه هناك. لذلك عدينا نقطه مين يا طيبين؟ فوسفوفركتوكاينيز 1. واضح؟ اوكي؟ نوت اللودنج ذا ليفر وذ فركتوز اي جي باي انترفينوس انفيوجن سيجنفيكانت ايفيد ريت اوف لايبوجينيسيس دوز باي انهانسينج برودكشن اوف استيركويد. انتبه معي. هلا في المستشفيات غالبا ما بيعطوك جلوكوز، بيعطوا فركتوز. تمام، مثلا في الدريب اللي بيعطوها المرضى فركتوز وغيره. تمام، هلا اذا اعطينا كميه اكبر من الفركتوز هذا يؤدي يؤدي ايش يا شباب؟ راح يصير في عندنا ايش يا شباب؟ زياده انتاج الدهون، الانسان بسمن اكثر. ليه؟ لانه زائد منه راح يتم ايش انتاج منه من الاسيتيل كو اي، والاسيتيل كو اي اللي راح تنتج هذه يا شباب نستخدمها في بناء الفاتي اسيدز، وبالتالي بتخزن على شكل دهون، فلذلك لازم ننتبه له. واضح عن الفركتوز يا شباب؟ ليش الفركتوز اسرع من الجلوكوز؟ لانه بيعدي البي اف كي 1 ستيب. نيجي على الجالاكتوز، برودكت اوف هيدروسيل لاكتوز، الجالاكتوز جاء من مين؟ من سكر الحليب. في الليفر شو اللي راح يصير؟ هذا اللاكتوز طبعا تكسرنا احنا اللاكتوز ودخل على شكل جلوكوز وجالاكتوز. الجالاكتوز لما يوصل الليفر، السلام عليكم مستر ليفر، كيف دخل الخلايا؟ على طول الليفر بقول له اهلا وسهلا تفضل، وبيضيف وشو بيعمل له؟ بيعطيه ايش؟ مجموعه فوسفيت عن طريق انزيم اسمه جالاكتوكاينيز. لاحظ جالاكتوكاينيز هو نوع من انواع الهيكسوكاينيز هذا. اوكي، بيجي بيعطيه ايش؟ فوسفيت جروب، بركب له اياها على الكربون رقم 1 عن طريق الانزيم جالاكتوكاينيز اللي بيستخدم الام جي بلس از كوفاكتور، بتكون عندك مركب جالاكتوز 1 فوسفيت. تمام، هذا الجالاكتوز 1 فوسفيت يا طيبين از ذن كونفرتد لمين؟ نحوله لجلوكوز 1 فوسفيت باي سيت اوف رياكشنز ان ويتش يوريدين. طبعا هنا بنحتاج الى يو دي بي. اوكي، يو دي بي اللي هي اليوريدين داي فوسفيت فانكشن از كو انزيم لايك كارير اوف هيكسوز جروب. هاي العمليه باختصار، شوف معي الله يرضى عليك، هذا مستر مين؟ الجالاكتوز، حولناه الى جالاكتوز 1 فوسفيت عن طريق يو دي بي جلوكوز الى اخره، اسم الانزيم كبير يو دي بي بلا 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 الى اخره، يوريدل سيل ترانسفيريز، يوريدل ترانسفيريز اسمه اسم الانزيم يوريدل ترانسفيريز. اوكي، شو اللي عملنا يا شباب؟ جبنا جزيء اصلا في الخليه يو دي بي جلوكوز. شو عملنا؟ وكوننا هون يا شباب جزيء الجالاكتوز 1 فوسفيت عن طريق هذا الانزيم. شو عمل هذا الانزيم اللي هو اسمه دكتور تحفظ لي اياه يوريديل؟ اوكي، يوريديل ايش؟ ترانسفيريز. شو عمل؟ جاب الجالاكتوز 1 فوسفيت وحطه مكان الجلوكوز، طلع الجلوكوز 1 فوسفيت برا ودخل الجالاكتوز مكانه، فتحول من يو دي بي جلوكوز الى يو دي بي جالاكتوز. شايف هذا المركب يو دي بي جالاكتوز؟ طبعا اليو دي بي جالاكتوز راح يكمل، اما الجلوكوز 1 فوسفيت فعلى طول بنحوله لجلوكوز 6 فوسفيت وبندخله للجلايكوليسيس. تمام، هلا اليو دي بي جالاكتوز ايضا بده يمشي مجموعه تفاعلات حتى نحوله ايش؟ ونفس الانزيم يا شباب ايبيميريز. اوكي، لاحظ شو عملنا؟ عملنا اول شيء اكسده، اخذنا شايف الاتش والاو اتش هنا، اخذنا الاتش منها واعطينا لان اي دي اتش، حولنا الى مركب مقصد سي دبل بوند او. اوكي، وبعدين رجعنا عملنا له ريدكشن، فهمتوا كيف؟ عملنا اكسده وبعدين عملنا اختزال، فحولناه من جلوكوز الى ايش؟ جلاكتوز الى جلوكوز. كيف حولناه يا شباب؟ لاحظ هذا الايبيميريز الفور ايبيميريز انزيم، شو اللي عملنا؟
اخذنا له ايش بدل ما كانت فوق الرينج عمل ركبناها تحت الرينج. وهذا الفرق تذكروا يا طيبين شو العلاقه بين الجلوكوز والجالاكتوز؟ حدا متذكر؟ المحاضرة الماضية قلنا انه الجالاكتوز ايش يا شباب؟ سي 4 ايبيمر. شو بدنا سكر الحليب؟ لما نحكي كستركتشر قلنا انه الجالاكتوز هو عبارة عن سي 4 ايبيمر لمين؟ للجلوكوز. لذلك الفرق كان على الكربون رقم 4 الاو اتش كانت الجالاكتوز فوق في الجلوكوز تحت، فالانزيم اللي هو الفور ايبيمريز اسمه جلوكوز يو دي بي جلوكوز فور ايبيمريز ايش عمل؟ اخذ الكربون عفوا الاو اتش من فوق ورجعها لتحت. من خلال خطوتين اكسده اختزال تمام، فحولنا شاف لا رجع تحول، اذا حولنا الجالاكتوز الى جلوكوز هذا اليو دي بي جلوكوز بيرجع مره ثانيه بحل محله جزيئي جالاكتوز وهكذا بنعيد العمليه. اذا هكذا يدخل الجالاكتوز على شكل جلوكوز 1 فوسفيت الى داخل الجلايكوليسيس. اوكي يا شباب ان شاء الله رب العالمين. لاكتوز انتوليرانس ايوه لاكتوز انتوليرانس. شو يعني لاكتوز انتوليرانس يا شباب؟ بتتذكروا حضراتكم او شو بتتذكروا الان يعني موجودين الانسان طفل صغير حديث الولاده شو ممكن يكون غذائه الرئيسي؟ يكون غذائه الرئيسي الحليب اللي بيرضعه من والده او الحليب الصناعي بغض النظر، مظبوط ولا لا؟ ما عنده مصدر اخر للكربوهيدرات، ايش مصدر الكربوهيدرات تبعه الوحيد؟ هو الحليب. الحليب شو يحتوي يا شباب؟ لاكتوز. اذا هذول الاطفال في بدايه عمرهم ايش بيكون في عندهم يا طيبين؟ يكون عندهم لاكتيز، واللاكتيز بيكون هذا الانزيم نشيط جدا تمام، يعني خلينا نحكي بيكون فول اكتف. خلينا نحكي حيث ليش؟ لانه على طول بمجرد ما يرضع من امه الطفل ايش اللاكتيز بيهاجم اللاكتوز وبيكسر الجلوكوز والجلاكتوز وبتدخل على الخلايا وتنتج الطاقه والى اخره تمام. هلا بعد سنه او اقل او 6 شهور 7 شهور تبدا امك ايش بدات تعطيك اشياء اخرى مساعده، ما عاد الحليب يكفي الطفل بيكفي. فبنبدا نعطيه عناصر غذائيه اخرى صح ولا لا؟ لما يصير في عنده اعتماد اخر وعنده مصدر اخر للكربوهيدرات مصادر اخرى تمام، السيريلاك والنشويات المختلفه، فبقل نشاط اللاكتوز بس بضل شغال لانه صار في مصدر اخر غير الحليب صح ولا لا؟ مع الزمن بضل شغال. هلا اذا بتيجي حضرتك بس تكبر زي حالاتي مثلا وكثير منكم وقف عن شرب الحليب ما عاد يشرب حليب، هذا الانزيم اللاكتيز خلص ما بيعود ينتج، ما بيعود له نشاط لانه ما عاد تشرب حليب خلاص، صار اعتمادك على السكريات من مصادر اخرى فما بيعود في له نشاط او بيكون نشاطه قليل جدا، بحيث بتصير حضرتك لما تشرب الحليب ما تستفيد منه، ما تستفيد منه كلاكتوز. واضح؟ مين بيستفيد منه؟ في عندك ما شاء الله في امعائك ايش؟ في عندك جراثيم موجوده بكتيريا، هاي البكتيريا بتعز اللاكتوز، انت لما تشرب حليب بالنسبه لها ايش؟ يعني جبت لها هديه تمام؟ اعطيتها حلا، فبتستهلك هذا اللاكتوز البكتيريا انت ما بتعود تقدر تستهلكه. البكتيريا لما تستهلكه راح طبعا تعمل عليه ميتابوليزم لها مما يؤدي الى ايش يا شباب؟ ناحيه البكتيريا راح ينتج مركبات ضاره شوي وعشان بصير عندك مغص وغازات تمام؟ فبصير عندك انتفاخ في البطن. بالاضافه لذلك وجود كميه كبيره من اللاكتوز في الامعاء يؤثر على الاوزمولاريتي للخلايا، فبصير الخلايا تفرز ميه حتى تعاد تركيز، فبصير في عندك دياريا. اوكي؟ لذلك لو رجعت بعد فتره تشرب حليب ما في فائده كثير، لا ما راح تستفيد. لذلك شو الحل يا طيبين؟ الحل انك تاخذ مصادر الحليب من مصادر اخرى، تاكل اجبان، يوغورت، هي معدله. تمام؟ ان شاء الله رب العالمين. هذا الكلام اللي انا حكيته يعني في السلايد هذا اوكي موجود. اللي عندهم حساسيه خلاص هذول لا بيكون عندهم يعني مش قصه انه الانزيم غير موجود، هم عندهم تحسس يعني الجسم بيعتبر اللاكتوز عنصر ضار. هلا الناس اللي بيحكي عليه الانزيم لا بالنسبه ان اللاكتوز مش ضار ولكن ما عدنا نستفيد منه لانه الانزيم خلاص اخذ غفوه طلع على التقاعد، بينما الناس اللي عندهم تحسس لا بيكون عندهم اشكاليه انه بيتعرف عليه از فورين بادي صح تمام وبيعمل ضده التفاعل. واضح يا شباب؟ هذا الكلام الموجود في هذا السلايد ما راح ادخل يعني مش حقرا لان انا شرحت لك اياه بابسط من المكتوب. اوكي بس بتقرا السلايد وما شاء الله عليك، اوكي؟ طيب نشوف الفيجر هاي، هاي الفيجر نفسها يا شباب، شو العلاج لهي العمليه يا شباب؟ تريتد فور ذيس ديس اوردر اللي هو اسمه لاكتوز انتوليرانس، شايف؟ ريديوسز او ريديوسنج الكونسمشن اوف ميلك
قلل شرب الحليب. بالمقابل ايش يا شباب؟ ايتنج اليوغورت والاجبان as well as green vegetables الخضروات المختلفة such as broccoli to ensure adequate calcium intake. طبعا لما تبطل شرب حليب حضرتك بقل مصادر الكالسيوم، لانه مصدر الكالسيوم الاساسي عندنا الحليب او منتجات الالبان، لذلك ابدا خذ عناصر غذائية اخرى فيها كالسيوم حتى تعوض. يوز لك لاحظ لاكتيز تريتد برودكتس. الان في منتجات معالج اللاكتوز، اوكي لاكتيز في انزيم. هلا يا شباب اما بتشتري حبوب اور تيك لاكتيز ان بيلز، اوكي لو بدك تشرب حليب في عندك حبوب خاصه بالصيدليات المفروض فيها لاكتيز، تاخذ حبه اللاكتيز وبعدين بتشرب الحليب اللاكتيز صرت انت ضايفه زياده عندك، صح ولا لا؟ من برا او كان في زمان ما بعرف اذا موجود زمان، اظن كان موجود، كان في قطره بحيث انت لما تصب كاسه الحليب قبل ما تشربها تحط فيها نقطه او نقطتين من اللاكتيز، اللاكتيز يشتغل شغله ويكسر اللاكتوز، تشربه انت جاهز مكسر وجاهز. تمام يا طيبين؟ هذا علاج له، او انك الحل الامثل لا تشتري حبوب ولا تاخذ انك تاكل ايش مصادر اخرى، طبعا كافيه اذا تناول علبه لبن اليوغورت علبه علبتين او اجبان كافيه كمصدر الكالسيوم ان شاء الله. زي ما انت شايف سمول انتستين لما بدخلها اللاكتوز ما في عندك انزيم يحوله الى جلاكتوز ولاكتوز، لذلك في اللارج انتستين اللاكتوز مين بتستفيد منه؟ البكتيريا. البكتيريا راح تعمل له ميتابوليزم راح تنتج عنه للاسف 3 كاربون ميتابولايت سيتش از لاكتيك اسيد، مش راح ادخل بتفاصيل زي ما حكيت لك، بيتم انتاج غازات زي اتش 2 كان بي بيجرد ان ذا بريث لدرجه انه من نفسك ممكن تشوفه، اوكي تمام يا طيبين. ايضا 2 كاربون ميتابولايت سيتش از اسيتيك اسيد، لاحظ في عندك لاكتيك اسيد واسيتيك اسيد ممكن البكتيريا تنتجها بالاضافه للسي او، عندك سي او 2 من جهه وهيدروجين من جهه، يعني غازات. فعشان هيك شايف شو بصير عندك بلوتينج ما شاء الله، انتفاخ بطنك بصير الله اعلم كم، ودياريا زي ما حكينا بسبب اختلاف الضغط الاسموزي، وبما انه في دياريا واسهال ممكن يصير في عندك دي هايدريشن. عندك ثلاث عوامل ممكن تنتج ضاره، بلوتينج دياريا ودي هايدريشن نتيجه الجلوكو اللاكتوز انتوليرنس. اخر شيء المانوز صاحبنا الاخير، دي مانوز ريليز ان دايجستشن اوف فيريوس بوليساكارايدز اند جلايكوبروتينز اوف فود، عاده مش موجود از دايساكارايد، يعني هو موجود مع جلايكوبروتينز او في بوليساكارايدز اخرى، كان بي كمانوز لوحده، بمجرد ما يجي على سطح الامعاء ويدخل للخلايا المنوز عن طريق الهيكسوكاينيز او منيز، اوكي بتحول الى ايش؟ الى منوز 6 فوسفيت، اوكي باستخدام الاي تي بي والام جي 2 بلس. تمام، هذا المنوز 6 فوسفيت از ايزومرايز، بنعمله ايزومرايزيشن عن طريق اسمه شايف فوسفو منوز ايزومريز، فوسفو منوز ايزومريز، اوكي بيحولوا لمين؟ لفركتوز 6 فوسفيت، والفركتوز 6 فوسفيت بدخل الجلايكوليسيز مباشره. اوكي يا شباب بهذا القدر بنكون انهينا الجلايكوليسيز. في حد عنده اي سؤال؟ اذا شفنا الجلايكوليسيز تقدر تعمل ميتابوليزم للسكريات السداسيه الاربع انواع اللي شرحناهم سابقا. في حد عنده اي سؤال؟ ارجو انكم تدرسوا اول باول زي ما حضراتكم شايفين، يعني الماده مش انه صعب ولكن تفاصيل كثيره، تفاعلات التفاعل مطلوب انك تعرف السبستريت والبرودكت والانزيم والكوفاكتور واي معلومات اخرى اضفناها عن التفاعل، لانه احنا مختصرينها جدا جدا جدا. اوكي عيد الاخيره لو سمحت، اي اخيره يا ابني اللي عيدها تبعت المنوز؟ حاضر بنعيدها ولا يهمك ولا تزعل، بس بدنا بس ايش الشباب تكون يعني ما شاء الله. هنا بنقول انه المنوز عاده ما بيجي از دايساكرايد، بيجي مع البوليساكرايدز المختلفه او الجلايكوبروتينز، لما نعملها ميتابوليزم بنتج عنها ايش في الامعاء المنوز. المنوز هذا بيدخل الدم بيمشي مع الدم للخلايا المختلفه اللي بتستخدم الجلايكوليز. شو بتعمل فيه المنوز؟ عن طريق الانزيم الهيكسوكاينيز بتحوله الى منوز 6 فوسفيت. المنوز 6 فوسفيت بنعمل له ايزومرايزيشن يلد فركتوز، بنحوله الى فركتوز، وزي ما ذكرنا قبل اربع خمس سلايدات ايش ماله المانوز؟ حولناه لفركتوز، الفركتوز ايش ماله؟ عفوا بدخل الجلايكوليسيز مباشره. اوكي طيبين؟ ان شاء الله رب العالمين. الفيت اوف بايروفيت، هلا بدنا نكمل على الجلايكوليسيز. انتهينا ولا بايروفيت؟ كونا الجلايكوليسيز انتهت بوجود بايروفيت حكينا، وايش كمان في عندنا؟ الاي تي بي والان اي دي اتش، الاي تي بي خلص ما هي طاقه بتستخدمها، والان اي دي بي اتش رح ننتظر شوي لانها اللي مخزنها على جنب على جنب نوصل للستيج الثالثه بنحكي عليها، الان بدنا نكمل في الستيج الاولى والثانيه حتى نوصل للثالثه. فالفيت اوف بايروفيت، هذا البايروفيت ما رح يضل بايروفيت، رح يتم تحويله الى لغات اخرى هسه بنشوف.
إذن هنا يا شباب في هذه المحاضرة اللي هو الفيت اوف بايروفيت at the end of this lecture إلى آخره state different fates شو المصير تبع البايروفيت وين بده يروح وين بده يجي نشوف الفرق بين الفيرمنتيشن والسيلولار ريسبيريشن زي ما راح نشوف في ديتيلز راح نشوف ايش الكومبوننت اوف بايروفيت ديهيدروجينيز كومبلكس هذا اسم الانزيم راح نشوفه ونشوف مكوناته وكيف بيشتغل ونشوف الريجوليشن لهذا الانزيم ايضا وايضا نشوف في اخر المحاضرة ايش الريجوليشن لمين الجلايكوليسيس لسه ما حكينا على الريجوليشن اوف جلايكوليسيس احنا اوكي من خلال العامل اللي هو اسمه 2 الفركتوز 2 6 بيس فوسفوج فركتوز 2 6 بيس فوسفيت اوكي يلا ليتس درايف بسم الله فيتو بايروفيت حكينا بالجلايكوليسيس الجلوكوز عن طريق الجلايكوليسيس اخر رياكشنز بتكون عندك 2 بايروفيتس وين بده يروح هذا البايروفيت عنده واحد من ثلاث وهما طريقتين أساسياً. الطريق الأول إذا كان عندك ايروبيك يعني في وجود كمية كافية من الأكسجين بيصيروا ايروبيك إيش ميتابوليزم بيكمل اللي هو اللي إحنا بنعرفه أسيد الكو وبعدين إلى CO2 H2O وبطلع برا اللي هي السجل الأولى للسجل الثانية للسجل الثالثة تمام؟ لا في حال نقص الأكسجين أو عدم وفرة الأكسجين بيصير في عندك إيش يا شباب ايروبيك ميتابوليزم انيروبيك اوكي بدون اكسجين في هاي الحاله عندك حاله من تنتين الحاله الاولى في حال نقص الاكسجين اللي بنسميه هايبوكسيا او انيروبيك كونديشن يتم تحويل البايروفيت الى مين الى لاكتيت اللاكتيت ايضا هو عباره عن مركب ثلاثي الكربون تمام هلا بنشوفه العمليه اهم شيء فيرمنتيشن بصير عمليه فيرمنتيشن اذا لاحظ في وجود الاكسجين بنسميها اوكسيديشن في حالة وجود نقص الأكسجين بنسميها fermentation. Okay. Fermentation to lactate in a vigorously contracting muscle. غالبا ما بتصير هاي العملية في العضلات لما نشتغل ونتحرك كثير. نتيجة اللعب الرياضة كثير بصير في عندك ايش؟ نقص الأكسجين في الخلايا العضلية. Okay. وأيضا في الإريثروسايتس في خلايا الدم الحمراء. And in some other cells. بعض الخلايا الأخرى and some microorganisms. هاي بعض الخلايا في الجسم وبعض الكائنات تعمل هاي العملية بتحوله إلى لاكتيت وإلى باثوية اللي بنحكي عليها الطريقة الأخرى في الفيرمنتيشن اللي هي لما أيضا لما بصير في هايبوكسا وينيروبيك إنه بيتم تحويل البايروفيت إيثانول زائد CO2 لأنه الإيثانول كربونتين زائد CO2 هاي بتصير إيش يا شباب غالبا في مين في الييست الخمائر تحول البايروفيت إلى مين إلى إيثانول تمام واضح يا شباب بينما الإيروبيك بتصير في الأنيمال والبلاند وماني مايكروب مايكروبيال سيلز اوكي اندر ايروبيك كونديشن اذا في عندك ايروبيك وفي عندك انيروبيك الانيروبيك جلايكوليسيس نبدا بالانيروبيك انها الاقصر شوي الانيروبيك جلايكوليسيس او بنسميها فيرمنتيشن كيف في عندك ايروبيك جلايكوليسيس وفي عندك ايش انيروبيك جلايكوليسيس الايروبيك جلايكوليسيس حكينا اللي هم عندك 10 الى اخره اندر ايروبيك كونديشن يعني enough oxygen بمعنى آخر الـ NAD plus is vital for glycolysis حكينا ليه؟ أنه التفاعل رقم 3 ولا 6 ولا 10 التفاعل رقم 6 أوكي؟ إيش بده؟ كان بده NAD حتى ينتج NAD لما عمل oxidation اللي هو إيش اسم الإنزيم glycerol dehydrate 3 phosphate dehydrogenase تمام؟ بيستخدم الـ NAD بيحولها إلى NAD تمام؟ in oxidized to NAD أوكي شباب؟ هلا البايروفيت بدنا نحوله للاسيتيل كو اي اوكي زائد سي او 2 في هاي الحاله اوكي يا شباب تكون عندنا تمام يا طيبين اذا لاحظ ان اي دي بلس از فايتال فور جلايكوليس ان اي دي اتش فورم باي جليسرول دايتري فوسفيت ديهيدروجينيز اوكسيدايز هلا حكينا لك اذا ما في ان اي دي بلس ما راح تمشي الجلايكوليسيس طب لتكون ان اي دي اتش شو بدنا نسوي ان اي دي اتش الان اي دي اتش عندها طريق واحد من اثنين اما يتم استخدامها لاحظ جزء منها في تحويل البايروفيت الى اسيتيل كو اي رجع تتكون NAD بلس او بتروح يا طيبين للستيج رقم ثلاث زي ما راح نشوف هلا في حاله الايروبيك في حاله الاندر هايبوكسيا اللي هو لو اكسجين كونديشن مثال وين بصير في عندك نقص في الاكسجين ما تاخذش يا شباب نقص الاكسجين وصار عندك ايش يعني اختناق مش قادر اتنفس لا يعني نقص تركيز الاكسجين عن الحد الطبيعي مثلا بصير الفيري اكتف سكيليتال مسل في عضلاتك لما تلعب رياضه تصور بدك تلعب تركض مثلا مسافات او كره قدم او وات ايفر اوكي سيلز وذ نو ميتوكوندريا الخلايا اللي ما عندها ميتوكوندريا بتقدر تنتج ضغط زي الريد بلود سيلز يصير في عندها تراكم اوكي سبمرجد بلانت تيشوز بعض انواع الانسجه النباتيه سوليد تيومر في حالات السرطان سوليد تيومر اللاكتيك وفي اللاكتيك اسيد بكتيريا
هذه كلها بيصير فيها نقص اكسجين. اوكي there is no enough oxygen for NAD plus regeneration. ما في enough oxygen حتى ارجع ايش اعمل اكسدل NADH اعملها اوكي واحولها الى NAD plus. لذلك failure to regenerate in NAD plus would stop glycolysis, راح توقف الجلايكوليسيس. فشو الخلايا عملت؟ عملت حولت البايروفيت باستخدام ال NADH الى مين؟ الى لاكتيت زائد NAD plus. فهي الحالة ضمننا انه في عندي NAD plus، ترجع ل NAD plus على التفاعل رقم 6 وبتكمل وين؟ الجلايكوليسيس. تمام، هذا باختصار يا شباب. نبدا الجزء الاول هو اللاكتيك اسيد فيرمنتيشن، تحويل البايروفيت او البايروفيك اسيد الى لاكتيك اسيد او الى لاكسك. زي ما انت شايف في التفاعل البايروفيت هذا المركب عن طريق انزيم مهم جدا اسمه لاكتيت دي هيدروجينيز. لاكتيت دي هيدروجينيز شو راح يعمل هذا الانزيم يا شباب؟ راح يعمل اكسد الامين لصاحبنا، والاختزال شو رايكم؟ راح يعمل اختزال للبايروفيت، راح يعمل اكسده لل NADH عشان نرجع نكون مين. تمام، فبياخذ البروتون او الالكترون من ال NADH وبيعطيه للبايروفيت يحوله الى لاكتيت، كسر الدبل بوند واضاف عليها H2H. تمام، اضاف عليها 2H's كان عندها الاو اسف، فتكون اللاكتيت. هذا التفاعل از هايلي اكزرجونيك ماينس 25.1 كيلو جول. اوكي يا شباب واضح؟ لاحظ هنا بالصوره اللي تحتها او بلاش خليها بس نقرا المكتوب. اذا generation of energy ATP without consuming oxygen or NAD plus. تمام، هنا بس يعني الغايه هي انتاج اوكي طاقه of energy without consuming بدون استهلاك الاكسجين، ما في عندي اكسجين. تمام، reduction of pyruvate lactate reversible but favored lactate formation. هذا التفاعل صح ريفرسبل ولكن بفضل ايش؟ تكوين اللاكتيت. No change in NAD or NAD plus. لاحظ ال NAD plus او ال NADH تركيزها راح يظل ثابت. ليش؟ لانه تحولت من NAD plus الى NADH ورجعنا فكينا ال NADH حولناه الى NAD plus. تمام، to produce to consume، اثنين بتكونوا اثنين ليش اثنين؟ لانه عندك انت في عندك 2 pyruvate جاءت من الجلوكوز صح، فاثنين بتحولوا الى لاكتيت. اذا انت بتستهلك 2 NAD في الاول تنتج 2 NADH، وفي التفاعل هذا بترجع تستخدم 2 NADH وترجع ل 2 NAD بلس عشان يرجعوا عليك جلايكوليسيس. ريجينيريتس NAD بلس فور فيرذر جلايكوليسيس اندر ايروبيك كونديشن. شايف وفرنا NAD بلس عشان ترجع تحول الى ايش؟ تمشي للايروبيك جلايكوليسيس. بتكون عندك مين؟ لاكتيك اسيد. هلا شوف هي اللي حكينا عليك، شايف الجلوكوز الفيجر هنا حولنا له 2 بايروفيت، في 2 بايروفيت استخدمنا 2 NAD بلس حولنا ل 2 NADH صح؟ لما حولناهم من بايروفيت الى لاكتيت رجعنا استخدمنا 2 NADH ورجعنا ايش؟ حولناهم لمين؟ الى 2 NAD بلس. الانيمال اندر جو لاكتيك اسيد فيرمنتيشن في الخلايا العضليه. لما بصير في نقص اكسجين حكينا بصير في ريدكشن للبايروفيت لمين؟ لللاكتيت، بنحوله الى باك. اوكي اللاكتيت والعمليه هاي از ريفرسبل كمان، بس حكينا بتفضل تضل ماشي باتجاه اللاكتيت. ديورنج ستيرنس اكسرسايز يعني تمارين صعبه عنيفه اللاكتيت بيلد اب ان مسل، بتكون اللاكتيت اكثر، لانه قلنا احنا التفاعل بفضل يتحول من بايروفيت الى لاكتيت، والسبب في ذلك ايش؟ من اجل انتاج ال NAD بلس مره ثانيه عشان تمشي الجلايكوليسيس وتنتج طاقه للعضلات، لانه لو ما في طاقه للعضلات ما راح تقدر تشتغل ولا راح تقدر تلعب الرياضه تبعتك صح؟ هاي العمليه انتبه معي دخل لو تركض بعنف لمده دقيقه راح تتعب، تخلص الاكسجين مباشره وتبدا تعتمد على مصادر اخرى، فبتصير على جنرال ليس ذان 1 مينيت. واحد لو حاول يركض اركض ال 100 متر يا سيدي بسرعه، 100 متر بجوز حضرتك لو كنت بطيء بطيء بجوز بدك 20 ثانيه، تصور خلال 20 ثانيه ما بتوصل ال 100 متر ولا انت ايش؟ تلاهث وما عندك طاقه، اجريك مش حاملينك لانه العضلات خلص صح؟ ما عاد في اكسجين، هلا بتبدا الخليه تعمل ايش؟ تحول البايروفيت الى لاكتيت. لاحظ اللاكتيت هو عباره عن لاكتيك اسيد، فهو اسيد صح ولا لا؟ لاكتيك اسيد. بما انه اسيد شو راح يعمل؟ راح يعمل اسيدفيكيشن اوف مسل، راح يحول ايش؟ البيئه لبيئه حامضيه. سو اسيدفيكيشن اوف مسل ويل بريفنت اكس كونتينوس ستيرنس وير، راح تؤدي لايش يا شباب؟ العضلات تصير فيها عياء وتوقف. طيب شو الحل؟ اللاكتيت كان بي ترانسبورت. هلا اذا انا عشان اتخلص من هاي الخاصيه الاسيدفيكيشن ايش لازم اعمل؟ لازم اتخلص من اللاكتيت. كيف بدي اتخلص منه؟ اللاكتيت كان بي ترانسبورتد تو ذا بلاد، بيتم اخراجه الى الدم، ومن الدم بيروح لوين يا طيبين؟ الليفر. في الليفر
ما شاء الله عليه راح يرجع يستخدم هذا اللاكتيت ويحوله لجلوكوز مره ثانيه ويرجعه على الدم ومنها يصل للعضله. هاي السايكل بنسموه ريسايكل اللي هي ايش؟ نقل اللاكتيت من العضلات للدم للليفر ونرجعه للدم جلوكوز يرجع على العضلات بنسميها كوريسايكل. زي ما انت شايف في الفيجر هنا دي كوريسايكل مصل اللي هو الاي تي بي برودوسد باي جلايكوليسيس فور رابيد كونتراكشن اوكي بنتج لاكتيت تمام. طبعا عندك انت في العضلات في عندك الجلايكوجين مخزن بيتم تكسيره الى جلوكوز فوسفيت. جلوكوز 1 فوسفيت حكينا بتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت وبيدخل الجلايكوليسيس راح ينتج عنه بايروفيت. البايروفيت لما يتراكم شو بصير فيه؟ حكينا انيروبيك اللي راح يتم تحويله لمين؟ لاكتيت تمام. هذا اللاكتيت بيطلع من العضلات على الدم. من الدم بيروح وين بيوصل؟ بيوصل في الليفر. في الليفر يعاد بناؤه على شكل ايش؟ جلوكوز مره ثانيه. الجلوكوز هذا من الليفر بيطلع برا للدم ومن الدم بيرجع على العضلات مره ثانيه. طبعا في العضلات اذا في رياضه ما راح يتخزن جلايكوجين على طول راح يدخل طاقه الجلايكوليسيس اوكي. اذا في الليفر اي تي بي يوزد ان سينثيسيس اوف جلوكوز. لاحظوا هنا العضلات اي تي بي برودوسد باي جلايكوليسيس اوكي فور رابيد كونتراكشن. في الليفر اي تي بي يوزد ان سينثيسيس اوف جلوكوز نستهلك طاقه لبناء الجلوكوز مره ثانيه عبر بروسيس راح نحكي عنها المحاضره القادمه بجوز اسمها جلوكونيوجينيسيس during recovery. اوكي يا شباب؟ اذا هذه الكوري سايكل requires recovery time. طبعا بدك وقت انت لما تكون تعبان بدك وقت حتى عضلاتك ايش؟ تهدى وترجع لوضعها الطبيعي صح؟ high amount of oxygen consumption fuel gluconeogenesis. اوكي بدنا كميات كبيره من الاكسجين حتى نغذي بناء الجلوكوز من اللاكتيت مره ثانيه restores muscle glycogen restores. بعدين العضلات ايش؟ ترجع تخزن الجلوكوز مره ثانيه حين الحاجة لما تستريح طبعا بعد ما تخلص اللعب الرياضة العنيفة تبعتك. اوكي يا طيبين هذه بنسميها كوريس. في اليست الجزء الاخر من الفيرمنتيشن اللي هو مش في الانسان ولا في النبات في اليست الخمائر هاي الخميرة اوكي اندرجوز ايثانول فيرمنتيشن بيتم تحويل البايروفيت الى ايثانول تو ستيب ريدكشن. لاحظ تحويله الى لاكتيت كان 1 ستيب عن طريق اللاكتيت دي هيدروجينيز. هنا يا شباب 2 ستيبس step reduction of pyruvate to ethanol. Humans do not have pyruvate. لو واحد من هذه الانزيمات اسمه بايروفيت ديكربوكسيليز هذا مش موجود عند الانسان لذلك الانسان ما بنتج ايثانول. لو كان عندنا هذا الانزيم كان احنا بجسمنا بنتج ايثانول كان ما بنسكرش من الخمره صح ولا ايثانول لانه كان بيكون في عندنا انزيم معها بس لانه ما عندنا الانزيم لذلك هي مسكره وهي حرام بالنسبه لنا. اوكي سو هيومن do not have pyruvate decarboxylase. We do express ولكن في عندنا الانزيم مثل هو الكحول ديهيدروجينيز اسمه. هذا الكحول ديهيدروجينيز اللي بيعمل ايثانول ميتابوليزم. CO2 will be produced. The first is responsible for. هلا CO2 اللي في الخطوه الاولى لما تنتج مسؤوله عن ايش؟ خلينا نحكي كالاتي يا شباب، يعني الله يعفو عنا وعافينا للاسف لما بصبوا البيره بيطلع على على وجه رغوه صح؟ هذه الرغوه عباره عن غازات، هذه الغازات عباره عن ايش؟ هي CO2. هلا بهمناش هاي البيره لعنه الله على الظالمين صح ولا لا؟ بهمنا مين يا شباب؟ بتتذكر او مش بتتذكر لما نعجن العجين مش بيخمر العجين؟ بيكبر حجمه بتبدا بكتله صغيره ولا انت ثاني بعد ساعتين صارت كتله كبيره صح؟ من وين جاي هذا؟ مش مع العجين لما نخلط الطحين والميه والسكر والحليب كله مع بعضه بنحط معه خميره. هذه الخميره راح تتفاعل مع السكريات اللي اضفناها والموجوده وراح تنتج ايش يا شباب؟ CO2. هذا CO2 هو اللي راح يعمل اللي بنسميه الدافنج اللي هو ايش يا شباب؟ اللي هو خمر العجين بنحكي انه يعني ضخم حجمه. اوكي دافنج رايزنج وين باكينج بريد اوكي؟ اللي هو CO2. اذا هذا التفاعلات الاثنين زي ما انت شايفها هنا بالفيجر البايروفيت عن طريق البايروفيت كدي كاربوكسيل بنعمل دي كاربوكسيليشن يعني بنشيل منه كاربوكسيليك جروب. دائما دي كاربوكسيليشن في تي بي بي TBB سبق مر معنا في محاضرة رقم 12 ايش هو؟ عبارة عن كو فاكتور كوانزيم اوكي؟ الانزيم بيحتاج الى ام جي 2 بلس. ينتج عنه مركب اذا اسيتيل الدهيد، شوف طلعت السي او 2 اللي حكينا عنها بسبب الكربونيشن في البير والدافنج في البيكنج بريد، اوكي؟ بتكون مركب اسمه اسيتيل الدهيد، هذا الاسيتيل الدهيد عن طريق انزيم اسمه الكحول ديهيدروجينيز هذا موجود عندنا في جسمنا، لذلك اللي بتناول الكحول جسمنا بيقدر يتعامل معه، اوكي يا شباب؟ لان التفاعل عكسي، اوكي؟ تحول ايثانول اسيتيل الدهيد وبعدين تفاعلات اخرى ان اي دي ان اي دي اتش ان اي دي زي شايفين رجعنا استخدمنا الان اي دي اتش او استخدمتها الخميره لانتاج مين الان اي دي من اجل ان الجلايكوليسيس تمشي عن طريق انزيم اسمه الكحول ديهيدروجينيز وحولها الى
H2. اوكي طيبين، هذه عمليه الفيرمنتيشن. نيجي للكونفنجن اوف بايروفيت تو اسيتيل كو اي اند سي او 2 اللي هي هون الايروبيك. هلا بنحكي على الايروبيك. بايروفيت از ترانسبورتد، لاحظوا، فروم سيتوبلازم. حكينا الجلايكوليسيس بتصير في السيتوبلازم، تمام؟ ولكن هذه العمليه بتتم وين يا شباب؟ في الميتوكوندريا. لذلك البايروفيت از ترانسبورتد فروم سيتوبلازم تو ميتوكوندريال ماتريكس، داخل الماتريكس اوف ذا ميتوكوندريا، في داخل اوكي، عن طريق مين؟ ميتوكوندريال بايروفيت كارير. في كارير، لانه الانر ميتوكوندريال ميمبرين از هايلي امبيرميبل، يعني او سيلكتيفلي امبيرميبل، بمعنى انه ما بدخل الا عناصر معينه، اي عنصر بده يدخل لازم يكون له كارير على الميمبرين. في عندنا ميتوكوندريال بايروفيت كارير بدخل البايروفيت من السيتوبلازم الى داخل مين؟ الى داخل الميتوكوندريا. النت رياكشن راح يصير في عندك اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن اوف بايروفيت، راح نعمل اكسده وديكربوكسيليشن، ناخذ سي او 2 منه اللي هو الفيرست كاربونز اوف جلوكوز تو بي فولي اوكسيدايزد. هذه الكربونه راح تطلع برا خلاص سي او 2. اوكي، ذس رياكشن از كاتالاي انزيم كبير 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 بنسميه بايروفيت هيدروجينيز كومبلكس. هذا الانزيم يا شباب زي ما راح تشوفوه هلا نحكي عليه، يحتاج الى 5 كو انزيم. تصور هو مكون من 5 انزيمات مع بعض شكلوا هذا الكومبلكس، 3 رئيسيات واثنين عشان الريجوليشن. في نفس الوقت بيحتاج الى ايش؟ الى 5 كو انزيم. هذول الخمسه كو انزيم، التي بي بي 1 اللي بنحكي شو عن تي بي بي، اللايبو لايسين الثاني، والاف اي دي الثالث. هذول الثلاثه لاحظ ايش هم عباره عن ايش يا شباب؟ بروستاتيك جروبس. يعني ايش؟ يعني بيجوا على الانزيم وبيدخلوا بيكونوا جزء من تركيب الانزيم از بروستاتيك جروب. بينما عندك الكو سبستريت هم مين؟ عندك اثنين كو سبستريت اللي هم مين؟ الان اي دي بلس والكو انزيم اي. هذول الاثنين الان اي دي بلس والكو انزيم اي عباره عن ايش؟ كو سبستريت. يعني بيجوا على التفاعل بيشاركوا بيضلوا ماشيين، بينما التي بي بي واللايبولايسين او لايبوليت والاف اي دي بيكون جزء من الانزيم. شوف هذا الانزيم شو بيعمل، انتبه مع الله يرضى عليك، بيمسك جزء البايروفيت بيحوله الى اسيتيل كو اي زائد سي او 2. اسم الانزيم بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس، مكون من 3 انزيمات رئيسيه، انزيم اي 1 اي 2 اي 3. اي 1 اي 2 اي 3 لاحظ بيحتاج الى 5 كو انزيم او 5 كو فاكتور، خلينا نحكي كلام. 3 منهم يعتبروا ايش يا شباب؟ بروستاتيك جروب، اللي هم التي بي بي واللايبويت والاف اي دي، تمام تمام. واثنين منهم الكو انزيم والان اي دي، هم عباره عن ايش يا شباب؟ عباره عن كو سبستريت، بيدخلوا بيطلعوا. الان اي دي بتتحول لان اي دي اتش، والكو انزيم راح تمشي مع الاسيتيل كو اي، وبعدين راح تعطينا تتذكروا عليه هذا المركب اسيتيل كو اي، هذا احد مصادقه لما تكسر منه الثيوستر اوكي راح ينتج طاقه ويعطيك ايش؟ الاسيتيت. هذا التفاعل هايلي اكزيرجونيك رياكشن، يعني باتجاه واحد ما فيش مجال يرجع، وهي يعني من نعم ربنا علينا سبحانه وتعالى. نحكي عليها في وقتها بس يجي، خلينا نحكي على الانزيم شوي بتفصيل كثير كثير يعني. اوكي، البايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس اللي هو بي دي سي از لارج، حوالي اكثر من 10 ميجا دالتون. مالتي انزيم كومبلكس مكون من 3 انزيمات، الانزيم الاول هو نفسه اسمه بايروفيت دي هيدروجينيز اللي هو اي 1، والثاني اسمه داي هيدرو لايبويل ترانس اسيتيليز، والثالث اسمه داي هيدرو لايبويل دي هيدروجينيز اللي هو اي 3. طيب شو فائده انك تجمع 3 انزيمات بانزيم واحد؟ شوف لو حكينا يا شباب، تصور لو، طبعا كله حفظ يا شباب للي بيسال، الحفظ طبعا كله حفظ. تصور لو انت عندك مصنع سيارات مثلا الجزء الاول من المصنع بيصنع الماتور المحرك، الجزء الثاني بيصنع الجير، والجزء الثالث بيصنع الهيكل، والجزء الرابع بركب. لو كان انت عندك هذول المصانع الاربعه كل واحد منفصل عن الثاني بهنجر كبير كبير، صح؟ مفصولات عن بعضهم البعض، صح ولا لا؟ او كل واحد في مدينه، كان بدك تصنع في الماتور في مدينه وبعدين تحمله وتنقله على المدينه الثانيه ومن المدينه الثانيه للثالثه وهكذا، عمليه طويله، وممكن هالماتور يصير معه حادث على الطريق، صح ولا لا؟ ظروف جويه، حادث، وطفر، في اشكالات. تصور لو جبنا المصنع كله حطيناه مع بعض في هنجر كبير، الجزء الاول من المصنع بصنع الماتور، والجزء الثاني بصنع الجير، والجزء الثالث البادي، والجزء الرابع بجمع. سهل؟ احنا في هنجر واحد، ثالث تسليم سريع، ما في نقل بسيط جدا بيكون، واحد بيسلم الثاني. صح؟ ها
وهكذا. فهذه فائده مين يا شباب؟ ادفانتجز لانك تعمل ايش؟ مالتي انزيم كومبلكس. شو يعني مالتي انزيم كومبلكس؟ انك يعني تجمع اكثر من انزيم في انزيم واحد، تمام؟ هذه بنسميها بتسهل، بتعمل عمليه اسمها تشانلينج. الانترميديتس اوف مالتي ستيب سيكونس نيفر ليف ذا كومبلكس، حيث المنتجات اللي بتنتج من الاول بياخذها الثاني، والثاني بياخذها الثالث، والثالث بياخذها الرابع، وهكذا. معنى ذلك هذا الانترميديت ما بيطلع من الانزيم، بالتالي ايش؟ channeling makes pathway faster and more efficient. بالتالي ما راح يروح ولا يجي، على طول ينتج من الاول باخذ الثاني، والثاني باخذ الثالث. النقطه الثانيه regulation. تصور انت عندك هذول اربع مصانع، صح اللي حكيت لك عليهم، لو كل واحد لوحده كان كل واحد بده نظام سيطره لوحده، صح ولا لا؟ بينما انت لو عندك الاربعه في مكان واحد، لو ضبطت الاول بيمشي الثاني، ما راح يمشي. اذا ما مشي الثاني بيمشي الثالث، ما راح يمشي، وهكذا. فانت في عمليه الريجوليشن كنترول اوف اكتيفيتي اوف وان سب يونت، لو وقفت وحده واحده من المصنع، خلص المصنع كله بوقف، صح ولا لا؟ هكذا، واضح؟ هاي من فوائد ايش؟ الادفانتجز اوف مالتي انزيم كومبلكس. هذا شكل الانزيم احنا راسمينه بس للتبسيط. شوف شو اللي بصير مع الميكانيزم. خلاص انا بوقف هون اليوم، بس عشان لانه العمليه بدها شويه شرح، وصرنا في اخر المحاضره، بجوز الطلاب ما يستوعبوهاش. فالمره الجايه ان شاء الله غدا بنكمل من هذا الاستاد اللي هو رقم 11. اوكي يا شباب، في حد عنده اي اسئله؟ طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله رب العالمين اليوم، ونلتقي اذا باذن الله غدا باذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله.